الميادين، السلام عليكم. هذه نشرة رياضية المفصلة. مواجهة مصرية تجمع مصر مع تونس في القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، قمة المجموعة السابعة يريدها أصحاب الأرض لإنعاش حظوظهم، أما الضيوف فينشدون النقاط الثلاث للاقتراب من النهائيات. أحمد محي الدين. موقعة كلاسيكية لا تقبل القسمة على اثنين بين مصر الجريحة وتونس المتطورة. الفراعنة استهلوا التصفيات بخيبة سنغالية بعد السقوط في داكار، فيما تخطى نصور قرطاج الصعاب بفوز خجول على بوتسوانا. ملعب الدفاع الجوي في القاهرة جاهز لاحتضان القمة العربية بين عملاقي شمال افريقيا. الفشل في بلوغ نهائيات المغرب سيضر بالكرة المصرية. من هذا المنطلق أعد شوقي غريب كتيبته للقاء. المدرب يعي أهمية نتيجة اللقاء بكونها تحدد ملامح مشوار المصريين في التصفيات، والنقاط الثلاث كفيلة بإعادة الأمل. التشكيلة المصرية ستشهد تغييرات بعد الأخطاء المتكررة في مباراة السنغال بحسب غريب، ويتعين على أصحاب الأرض الهجوم، إذ سيعول المدرب على محمد صلاح وأحمد حمودي إلى جانب حازم إمام وعمرو جمال. ويدخل المنتخب التونسي المباراة بمعنويات جيدة برغم غياب مجموعة لاعبين مؤثرين أبرزهم أيمن عبد النور والهداف عصام جمعة وسامي العلاقي. واعترف المدرب البلجيكي جورج لينجز بصعوبة اللقاء، إلا أن لاعبيه مصممون على الفوز للاقتراب من التأهل للمغرب، وسيكون باب التألق مفتوحا أمام مجموعة من الشبان في مقدمهم فخر الدين بن يوسف ويوسف المساكني ووهبي الخرزي. تواجه المنتخبان في 34 مباراة، ويتفوق التوانسة ب 13 فوزا مقابل 11 للفراعنة، وسيسمح ل 15,000 بحضور المباراة مقابل طوق محكم حول الملعب ستفرضه القوى الأمنية. جددت رابطة الأندية الأوروبية إيكا معارضتها لإقامة مونديال قطر في الشتاء. الجمعية العامة للرابطة المنعقدة في جنيف دعت إلى إقناعها بأسباب جوهرية تؤدي إلى تحريك الموعد التقليدي ووضع منافسات الدوريات في العالم أكمله في خطر. مجموعة العمل التي أنشأها الاتحاد الدولي درست جدول المنافسات الدولية بين عامي 2018 و 2024، ومن المقرر أن تجتمع مجددا في نوفمبر المقبل. وبالتزامن أظهر مسؤول اللجنة المنظمة للمونديال اطمئنانا لافتا حيال تقرير لجنة القيم النهائي المنتظر صدوره قريبا. المدير التنفيذي للاتصالات والتسويق في اللجنة العليا المنظمة ناصر الخاطر رأى أن التحقيق المستقل سيبرئ قطر من كل الاتهامات التي ألصقت بها. الخاطر كان يتحدث على هامش مؤتمر ساكر اكس في مدينة مانشستر الإنجليزية، وقدم تطمينات بشأن تحديد المخاطر الصحية التي يتخوف منها اتحاد اللاعبين المحترفين. خطأ ساذج تسبب بانطلاقة متعثرة لمدرب هولندا جوس هيدينغ في تصفيات يورو 2016. منتخب الطواحين خسر أمام مضيفه التشيكي بهدف قاتل في المجموعة الأولى. يوريك دوغال تقدم لأصحاب الأرض وأدرك ديفراي التعادل لهولندا. وفي الوقت القاتل استغل فاكلاف بيلار سوء التفاهم بين المدافع يانات والحارس ساليسن ليسجل هدف الفوز لتشيكيا. وفي المجموعة الثامنة استهل أنطونيو كونتي مسيرته الدولية بنجاح بعدما قاد إيطاليا للتغلب على النرويج بهدفين. سيموني زازا أطلق العنان لأفراح مدرب يوفنتوس السابق بافتتاح التسجيل، وعزز ليوناردو بونوتشي تقدم الأتزوري. يعد هذا الفوز هو الثاني تواليا لكونتي بعد الأول وديا على هولندا، مسجلا انطلاقة مميزة على عكس ما حدث مع أسلافه. وصل المدرب كارلوس دونجا حملة التجديد في المنتخب البرازيلي وحقق فوزه الثاني في ثانية مبارياته الودية. السلساو تغلب على الإكوادور في نيو جيرسي صباح اليوم بهدف سجله ويليان بعد مرور نصف ساعة. وأشركت الإكوادور تشكيلة شابة سريعة لعبت بلا خوف وتسببت في المتاعب لمدافعي البرازيل. ودفع دونجا بأربعة مدافعين جدد لم يسبق لهم اللعب معا من قبل، وهم دانيلو وماركينيوس وميراندا وفيليبي لويز. أما خط الوسط فقد ضم ثلاثي تشيلسي أوسكار وويليان وراميراس. المباراة المقبلة للبرازيل ستكون أمام الأرجنتين في بكين في 11 من الشهر المقبل. والآن إلى جولة على أبرز ما جاء في الصحافة العالمية مع عبير الذوادي.
شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ جولتنا الصحفية مع آخر أخبار المنتخب الإنجليزي عقب فوزه على نظيره السويسري في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2016. صحيفة ميرور البريطانية نشرت تصريحا خاصا لقائد الفريق وين روني يشرح فيه كيفية استعادة ثقة الأسود الثلاثة بعد نكسة مونديال البرازيل. روني أشار إلى أنه سيجتمع بشكل خاص مع اللاعبين وأن الخطة كلها لن تكون في يد المدير الفني فقط، وختم الفتى الذهبي أنه سيستمع لآراء وأفكار اللاعبين، ما سيفيد المنتخب ليكون أقوى وأكثر فاعلية. نبقى في إنجلترا، ولكن هذه المرة مع صحيفة The Guardian التي توقعت رحيل البرازيلي داني ألفيش عن برشلونة في الصيف المقبل بعد نهاية عقده. اليومية الإنجليزية أكدت أن وكيل أعمال الظهير الأيمن لبرشلونة لا يتوقف عن البحث عن وجهة جديدة له. الصحيفة أشارت إلى أن ناديي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في طليعة المهتمين بألفيش، وأضافت أن رحيله المجاني يفتح له العديد من الاحتمالات. ننتقل إلى صحيفة سبورت التي كشفت عن تعاقد جديد يبحث عنه نادي برشلونة بنكهة برازيلية. اليومية الإسبانية كتبت: نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع نيمار جديد وهو جابيغول. نجم نادي سانتوس البرازيلي سيحط رحاله في الكامب نو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بحسب الصحيفة. إذن ننتقل إلى صحيفة آس التي نشرت لقاء مهاجم ريال مدريد الجديد خافيير هيرنانديز بقناة تشيجريتو. اليومية المدريدية تناولت المقارنة التي قام بها تشيتشاريتو بين أفضل لاعبي الدوري الإسباني وعنونت الخبر: كريستيانو رونالدو الأفضل ثم يأتي ميسي بعده. اللاعب المكسيكي أكد أن المنافسة ليست بينه وبين اللاعب كريم بنزيما، وأن انضمامه إلى الفريق الملكي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لا يعني أنه سيكون البديل للاعب الفرنسي. إذا مع تشيتشاريتو نصل مشاهدينا إلى نهاية جولتنا الصحفية، عودة وإياكم إلى محمد لاستكمال بقية النشرة. إذن وإلى مونديال السلة، سطوة الدريم تيم مستمرة فصولا. الولايات المتحدة تألقت وفازت على سلوفينيا لتبلغ نصف النهائي. حامل اللقب وبرغم افتقاده أشهر لاعبي دوري المحترفين، فرض أفضليته بفضل صانع الألعاب كلاي تومسون صاحب 20 نقطة وزميله لاعب الارتكاز أنتوني ديفيس، وسجل 6 لاعبين 10 نقاط فأكثر، وتساوى جيمس هاردن وكينيث فارد ب 14 نقطة. مدرب الولايات المتحدة مايك تشيتشيفسكي اعترف بأن منتخبه ليس فريقا لا يقار، على لاعبيه بذل أقصى طاقاتهم للحفاظ على اللقب. أمريكا ضربت موعدا مثيرا في الدوري المقبل مع ليتوانيا. بطلة أوروبا السابقة بذلت مجهودا جبارا في الربع الأخير لتخطي عقبة تركيا التي تقدمت في مطلع المباراة، وعاد الفريق الليتواني إلى الأجواء بفضل قوته في التصويبات البعيدة المدى. سجل الفريق 10 تصويبات ثلاثية من أصل 19 محاولة ليقلب تأخره، وتلتقي إسبانيا صاحبة الضيافة مع فرنسا بطلة أوروبا لتلعب البرازيل ضد صربيا الحصان الأسود اليوم في مدريد ضمن ربع النهائي. المنازلة داخل الحبال الأمريكية والأوروبية حلم يراود جمال دحو. مشوار قاري ناجح للملاكم الجزائري في رحلة البحث عن فرصة أول نزال احترافي عالمي ينتقل به خارج القارة السمراء إلى أرجاء العالم. منذ تسديده اللكمة الأولى في صالة التدريب، وضع جمال دحو نصب عينيه عالم الاحتراف. ملاكم الوزن الخفيف فئة الشباب يطمح إلى تخطي نجاحاته المحلية لتمثيل الجزائر في كبرى الحلبات العالمية. جمال دحو عنده عدة ألقاب عالمية وإفريقية ووطنية، يعني بطل عالم في الملاكمة الاحترافية في المجلس العالمي للملاكمة بما يعرف بالدبليو بي سي الورد بوكسينج كونسل، بطل إفريقيا في المنظمة العالمية للملاكمة بما تعرف بالإيو بي يو لا يونيفرسال بوكسينج أورغانيزيشن، وبطل الجزائر سنة 2012. قاعد الألقاب دي في يعني في الوزن الخفيف 66 كيلوغرام. حامل حزام المجلس الدولي يتحضر لنزاله المقبل في تنزانيا. تخطي عقبة الملاكم المحلي سعيد يزيد سيضيف حزام وزن 66 كيلوغراما إلى خزانته الحبلى بالألقاب. التحضيرات كما كنتوا تشوفوا يعني قلة الإمكانيات اللي كاين عندنا، ويعني بنت نساكم نساوش يعني الملاكمين اللي موجودين يعني في على مجال إفريقيا، بس كل الإفريقيين هذو مندمجين بكثرة مع الأوروبيين، يعني يخرجوا عندهم نيفو وين واصلين، ولكن احنا يا مازال ما بالنسبة لنا الاحتراف، ولكن رانا ننافسوا في ذو الملاكمين في الدوليين في ذو الملاكمين العالميين.
النزال 12 في غضون 3 سنوات قد يعجل خطوة الانتقال إلى لقاءات الحلم بالنسبة لابن 22 عاما. البطولة العالمية WBC يعني كنت لازم نديفوندي لو تيتر تاعي، يعني ندافع عن اللقب العالمي بواشنطن يوم برومي الأول أوت يعني، وللأسف تم تأجيل المنازلة للدفاع عن اللقب العالمي، مما أدى بالمناجر يعني والمنظم تاع المنازلات تاعي يعني أنه نحبط الإفريقيا يعني التنزانيا موشي للخوض منازلة عالمية أخرى، ولما لا للفوز على اللقب عالمي آخر واللي هو الأوبيو إن شاء الله. ابن مدينة تيارت غرب الجزائر أسقط سابقا 10 منازلين بالضربة القاضية، استبسال في التدريبات ضمن برنامج مكثف لولوج الاحتراف من بابه العريض والخروج من قوقعة غانا وتنزانيا. كل التمنيات بمسيرة ناجحة لجمال دحو وباقي الملاكمين العرب. بهذا نصل إلى ختام النشرة الرياضية المفصلة، نشكر لكم حسن المتابعة، السلام عليكم.